راح نقدم فقرة عن أكثر الشخصيات المكروهة عند المجتمع العراقي. وأول شخصية هي شخصية أبو المولدة. ككادر عمل تخيلنا إذا يتزوج أبو المولدة شلون راح يزف أبو الذوق. لك مبروك مبروك بكرة، والله فرحت لك. بس شريد من عندك شوية خوف على الناس بعد بالمولدة، راح تتزوج انت. والله ما اقدر. تسويت ما تسوي حبيبي. مبروك مبروك بكرة، مبروك قلبي مبروك. ما قصرتوا. لك هاي باع منو جا؟ باع منو جا؟ باع منو جا؟ منو جا؟ هلاوي هذا منو عازم؟ هذا راح يخزيك هسه. لا انا ما عازمه هذه. يعني عرس ابو المولده، يعني فكره ابو السحب، يعني التخفيص، يعني الوليه، يعني الحقاره ويا الناس. اليوم الله شيل راسه، جبت له فرقه ب 100,000 والله حبيبي. درهم ما قبلوا ينزلون. واجبك واصل، بس روح خلينا نروح زفافه. اليوم الله شيل راسه وهوس له. اليوم المنطقة كلها تشهد شلون اهوس له. هوس له. هلا هذا الزين، هذا الزين هذا، وتشهد اطباعه. رحم الله والديك. كفو كفو. من تطفى يشغل ورا نص ساعة. هذا صحيح. ومني حقروا يا الناس طرقاعه. ومني حقروا يا الناس طرقاعه. يبدل جوزه بجوزه. ايه. يبدل جوزه بجوزه. وتخرب كل اجهزه البيت. يبدل جوزه بجوزه. وكل اجهزه البيت. يبدل جوزه. تخرب كل اجهزه البيت. عرسك هذا عرسك. كافي يا اخوي كافي. عرسك هذا عرسك، عندنا فرحه وعيد. زين. ولو مو ابن وادم ساعة التسديد. علاوي بس هاي وخلي يروح. راس الشهر يوصل يشتغل تهديد. راس الشهر يوصل يشتغل تهديد. شنو جماعة تقولوا؟ ويطفيها لو ساعة تأخر. يطفيها لو تأخر. يطفيها لو تأخر. أبو الديوان، ابو الديوان يفرح البزماطه. ومثلك كذب ما صار مقطاطه. اكيد والله والله صح والله صح. تقطب الفقير وهو بقماطه. الله. ها وزين تقطع البارد. زين تقطع البارد. وما تتوازى وحار بحار. زين تقطع ما تتوازى. يلا امشي بيت العروس اليوم هناك. لا حبيبي اليوم اقلبها قلاب. لا رحم الله والديك ما قصرت. اذا تروح ويا البيت العروسه لا انا اسحب نفسي. يلا امشوا قدام البيت العروس. يلا امشوا يلا امشوا. انا بطلت في مالنا.